يسعد اوقاتكم بالخير والصحة يا رب. اليوم اجيت لكم بفيديو جديد راح احكي فيه عن طريقة من طرق حشي الاقنية الجذرية، طريقة اللاترال كومباكشن، التكثيف الجانبي. نحن بنعرف انه عندنا 3 طرق لحشو الاقنية الجذرية، عندي سنجل كونوس بيو سيراميك، وعندي 3D اوبتريشن، وعندي اللاترال كومباكشن. راح احكي اليوم بالتفصيل خطوة بخطوة عن اللاترال كومباكشن. طبعا عندي هون سن بريمولار محضر جاهز للحشي، محضر بشكل جيد. طبعا بعمل الاريجيشن الاخير للقناة بهذا الشكل، اب داون اب داون، بهذا الشكل اريجيشن الاخير للقناة. طبعا بترك الصوديوم هيبوكلورايد بالقناة مدة تتراوح 30 ثانية قبل تجفيف القناة. طبعا نحن مثل ما بنعرف انه الشرط الاساسي لحشي القناة هو تجفيفها بشكل جيد والحصول على قناة جافة. طبعا الخطوة اللي بعد الاريجيشن الاخير باخذ بيبر بوينت. طبعا انا عندي هون الماستر فايل كان 35 تيبر اروع. طبعا كان عندي الوركينج لينز 23 مليمتر. بدخل بالبيبر بوينت على كامل الوركينج لينز بهالشكل هاد، بتركه 3 ثواني وبسحبه. مثل ما شايفين انه طلع القمع مبلول، بسحب بيبر بوينت تاني بهذا الشكل وباخذ طول تبعهم 23، بدخل بالقناة بهذا الشكل وبترك القمع 3 ثواني عفوا وبزيد. مثل ما شايفين كمان القمع مبلول، هون باخذ قمع تالت بهذا الشكل وبضبطه على الوركينج لينز وبدخل بالقناة مرة أخرى، بتركه 3 ثواني وبسحب. مثل ما شايفين إنه القمع طلع جاف، وهذا شرط الرئيسي للحشو. طبعا الخطوة اللي بعدها هو توزيع السيلر ضمن القناة. طبعا في كتير طرق لتوزيع السيلر ضمن القناة، منها توزيعها بالبيبر بوينت، منها توزيعها بالماستر كون، احيانا بالبوربات، احيانا بفايلات الروتر. طبعا هون رح وزع السيلر ضمن القناة بالماستر كون. عندي هون الماستر كون 35 تيبر اربع. طبعا بضبط الوركينج لينز بالشكل هاد، انا الطول معي 23، بضبط الماستر كون على 23 وباخد سيلر على الماستر كون بهذا الشكل وبدخل بالقناة وبحاول وزع بهالشكل حركة تموجي او دائري بهذا الشكل. طبعا بحيث ما اتجاوز الوركينج لينز انا مثبت المنقط على الماستر كون بحيث ما يتجاوز الوركينج لينز، مثل ما شايفين بهالشكل بهذه الحركة التموجي. طبعا بعد ما وزعت السيلر ضمن القناة بنتقل للخطوة التالية، الا وهي تجربة الماستر كون. طبعا انا معي هون قمع 35 تيبر اربعة الماستر كون اللي معي. اول اختبار بختبره هو كلينيكال تيست، يعني بدخل بالقمع بهالشكل، بدخله لاقصى مجال يسمح فيه وبعمل له تكات بسيطة باخره بهالشكل وبحط المنقط بهذا الشكل، بسحب الماستر كون، قيس الماستر كون شو طلع معي. طلع معي طول 27 مليمتر. طبعا طول 27 مليمتر هو طول زائد، انا قناة طول القناة الاصلي عندي هو 23 مليمتر. طبعا حلها بسيط اني اقطع 4 مليمتر من نهاية الماستر كون. مثل ما شايفين هون قطعت 4 مليمتر من الماستر كون ورجعت دخلت بالماستر كون بهذا الشكل. طبعا اعطاني تيك باك، حاسب التيك باك هون عاطيني الحشوي تماما، صاير على الجزر. بسحب الماستر كون برجع بقيسه هون، مثل ما متوقعين طلع من الطول 23 مليمتر. طبعا هي تجربة اسمه كلينيكال ماستر كون. برجع بدخل بالماستر كون بهذا الشكل وبحطه ضمن القناة، بحسب التيك باك وبعمل له فتلي ربع دورة مع قارب الساعة. طبعا برجع بنتقل للخطوة التالية الا وهي التكثيف.
التكثيف بواسطة السيب رادار. طبعا عندي مجموعة من السيب رادار، عندي سيب رادار 30، عندي سيب رادار 25، وعندي 20، وعندي 15. طبعا دائما السيب رادار بتكون تحت قياس من ماستر كون بهالشكل. بدخل انا بالسيب رادار بجانب الماستر كون، بحاول احشرها باتجاه الذروه بهذا الشكل بحركه باش، وبعمل بس انحشرت بعمل بحركه يو شيب، يو شيب بهذا الشكل لضغط الماستر كون على جدران القناه. طبعا بدخل بحركه باش وبخرج بحركه ويت شوايندنج مثل ما شايفين، مشان ما اسحب معي الماستر كون. طبعا بهي الحاله باخذ معي قطعه اكزيلري بسيطه قياس 30 وبحشرها بجانب الماستر كون. طبعا برجع بحاول بالسبريدر، بدخل من جهة أخرى، بدخل بحركة باش دفع، بضغط شوي بعمل يو شيب لين قطعة الأكزيلر والماستر كون بشكل قطعة يو شيب. بحاول أضغط من على الجدران بشكل. طبعا قطع الأكزيلر قبل حط لها سيلر وبخرج بحركة ويتش وايندي مثل ما شايفين. برجع بحط كمان قطعة أكزيلر أخرى بالمكان، برجع بدخل بالسبريدر من نقطة أخرى بحركة باش وبعمل يو شيب، يو شيب بهذا الشكل. بحاول أضغط القطع الجوتا على جدران القناة، طبعا بحنين هيك بالشكل مشان ما يضايقوني. بعمل حركة يو شيب، يو شيب، برجع بدخل بقمع جوتا آخر قطعة أكزيلاري أخرى، وهكذا بنتقل للسبريدر القياس 25. بحشر السبريدر بهذا الشكل بحركة باش، بعمل يو شيب، يو شيب، يو شيب، وبسحب بحركة ويت شوايد. طبعا بدخل بهذا الشكل بحركة دفع باتجاه المنطقة الفراغ اللي عملت السبريدر، وهكذا بالتوالي بواسطة السبريدر قطعة بقطعة. بنتقل أول شيء دائما سبريدر، مثلا كان عندي ماستر كون 35، بنتقل بالسبريدر الأخرى لأصغر بقياس، وبحاول بحشرها وبدخل قطع الجوتا وهكذا بالترتيب. مفروض قطع الأكزيرا لازم ينقص طولها لحد آخر شيء، إنه قطع السبريدر ما عاد تدخل أبدا أو تدخل مسافة 1 مليمتر. هون بحرق الجوتا وبدك مدخل الأورفيس بشكل جيد لتأمين ختم لمدخل القناة بشكل جيد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، دعواتكم بالتوفيق.